بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهوريه الصين الشعبيه بمناسبه اعاده انتخابه رئيسا لجمهوريه الصين الشعبيه لولايه ثالثه. واعرب سموه في البرقيه عن خالص التهاني بهذه المناسبه متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والنماء والازدهار. كما اكد سموه حرص مملكه البحرين على تعزيز العلاقات الثنائيه المتميزه بين مملكه البحرين وجمهوريه الصين الشعبيه الصديقه ودفع بها الى مستويات اكثر تقدما بما يحقق مصالح البلدين المشتركه